الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكي، أهلا بكم. النهاردة دي كل اللوازم هنتعرف عليها بالنسبة لتركيب المضخة. دي جلبة لاكور، اسمها جلبة لاكور، دي تلات أرباع ودي بوصة. في منها مسلوب، يعني السن بيكون بوصة واللحام بيكون تلات أرباع، في منه كده وفي منه كده، يعني في بوصة وعلى بوصة وفي بوصة على تلات أرباع. احنا عندنا المخارج، المدخل بتاع الموتور او مدخل المضخة، الدخول والخروج بتاعها بيكون واحد بوصة من نص حصان لغاية واحد حصان، فبيحتاج جلب زي كده. في برضه منها بوصة ونص، ده بيبدأ من المضخة لبوصة ونص. نحاول ان احنا نلف حتة شعر برضه على السن، لان السن حديد او ظهر بتاع المضخة معانا، لان التفن لوحده هيكون ضعيف حتى لو لفينا برضه كمية مع المضخة، فمش هيكون عزمه جامد في الرباط معانا، فيا ريت نلف حتة شعر كده. ولو حبينا نعمله شعر بس يكفي، لكن تفن لوحده في المضخة بالذات ممكن يحصل فيه تسريب بعد كده. طبعا كان المضخة دي كانت حصل فيها اللوليسين بتاعها كان ضرب، وكنا بنغيرها، هنركبها مكان مضخة تانية موجودة إن شاء الله. الحاجة التانية، يا ريت نستبعد خالص عن حكاية القطع الحديد ده يا جماعة، عشان يعني بيتفاعلوا مع بعض حديد مع ظهر او مع الترومبة معانا، فبيحصل فيه صدى جامد، ونلاحظ حتى ضعف المية بيكون سببه ان لوازم حديد راكبة على الدخول والخروج بتاع المضخة معانا. فيا ريت حتى لو الشغل بتاعنا يعني هيكون بولي، يبقى نخلي شغلنا كله بالقطع النحاس اللي موجودة دي. في حاجة تانية برضو اسمها جيل لاكور، لاكور بسن خارجي وداخلي، ده بيكون برضو كويس، حتى بيبقى الصمالة بتاعته من بره من الخارج بتقدر تتحكم فيها في الرباط. دي المضخة اللي هي بايظة معانا، ان شاء الله هنشيلها وهنركب التانية، هنشيل المضخة وهنركب التانية على بقى عرضه على نفس اللاكور، هيجمع معانا ان شاء الله. راكب على خط تلات ارباع، وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمة، ما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة